رغم أهمية الطريق الرئيسي في عفرين الذي يعتبر عقدة الوصل الوحيدة بين إدلب وريف حلب، إلا أنه لم يشهد أي أعمال صيانة وتحسين منذ بداية الثورة. هذا الأمر شكل حالة إزعاج ليس فقط لأهالي المدينة، بل لكل ساكني الشمال الذي تهتز سياراتهم عليه ذهابا وإيابا. إنه حي الأشرفية في عفرين، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المدينة والأسوأ تخديما ربما على الإطلاق. البنية التحتية هنا غائبة بشكل كامل، والطرق قبل غيرها تتكلم. هي بالنسبة للطريق، الطريق بيحكي عن حاله. الطريق كل الشوارع بالنسبة للأشرفية، منطقة الأشرفية كلها تعبانين، يعني نفس المنظر هذا. عرفت شلون؟ ما في داعي أحكي لك. يعني عم يشتغل المجلس المحلي بمناطق ومناطق ما عم يشتغلوا، ليش ما بعرف. لعل تأثير غياب التخديم عن جل الطرق في عفرين تحديدا لا يرتد فقط على سكان المدينة، بل على كل أهالي الشمال الذين تشكل المدينة بالنسبة لهم نقطة اتصال حلب بإدلب. فهذا الطريق الذي تهتز السيارات عليه ذهابا وإيابا هو الوحيد الواصل بين المنطقتين. وضع الطرقات بعفرين سيء جدا لأبعد الحدود، يعني ما منلحق من دوزنجي لدوزنجي. في إصلاحات على المنطقة الغربية، منطقة الفيلات اللي بعفرين، والحارات البسيطة حتى الآن ما فيها أي إنجاز. طريق الباسوطة منتهي خالص، من هون للطرندة ما بتحسن تمشي، زفتوا أول الوقت بالمطر ورجع انهار من الأمطار. يعني هو هذا صاير مواصل بين البلد والريف، يعني أهم طريق لعفرين أساسي، يعني بيصلك على عزاز وعلى جنديرس وعلى كل المناطق يعني. وهو مقابل سوء الحال، يعني اموره كثير تعبانه. هذا الطريق يعني راحوا بلطوا بقلب المدينه وتركوا الطرقات الريفيه كثير تعبانه. يعني هذا هو لازم من الاساس يساووا طريق، لانه اساس طريق عزاز حلب. الحال في عفرين على مستوى التخديم العام ليس واحدا، فثمة احياء تعمل فيها ورشات المجلس المحلي ليل نهار. أولوية الاستهداف عائدة وفق محل المدينة إلى توفر المال الكافي في الدرجة الأولى، إضافة إلى حاجة المناطق الأخرى كالأشرفية ومنطقة سوق الهال والطريق الرئيسي إلى تهيئة بنية تحتية من شبكات مياه وصرف صحي تسبق أي رصف طرقي. احيانا الناس بيستغربوا انه ليش هذا الطريق انشغل وهذا الطريق ما انشغل، هذا المكان انشغل وهذا المكان ما انشغل. لازم الكل يتأكد أنه ما في تخطيط مبني على ميزانية موجودة لدى المجالس. يعني لو أنه المجالس هي اللي عم تخطط وهي عم ترسم الخطط لعملها، بتكون معتمدة على ميزانية موجودة، فبتخطط أولوياتها أحسن من اللي موجود. لكن حاليا اللي عم بصير، أما بتكون منظمة عملت دراسة واختارت منطقة معينة أو طريق معين أو شارع معين، واما الطرق الرئيسيه الكبيره اللي هي خارج، يعني معظمها انه بكون مثلا فيها مساعده من دوله تركيه، من جهات، من ولايات يعني، فهن بحددوا طرق معينه، خاصه الطرق الرئيسيه هي اللي عم بصير الربط الرئيسي من ادلب باتجاه حتى يمكن جرابلس. ضعف المقدرات الماديه مقابل الحاجه الكبيره لاعاده تاهيل البنى التحتيه شمال غربي سوريا التي كانت قبل الثوره منطقة حدودية مهمشة غير مهيئة لاستيعاب هذا الضغط السكاني الكبير، عوامل تؤخر حركة الإصلاح الخدمي وتجعل ما أنجز منه رغم أهميته غير مرض على الأقل خلال الحديث عن الطرق الداخلية ضمن المدن. التنقل بين ريفي إدلب وحلب يحتم عليك المرور عبر هذا الطريق، والذي لم يشهد أي محاولة لإصلاحه طيلة 12 عاما رغم أهميته البالغة بوصفه عقدة اتصال بين مناطق الشمال كافة. تلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي. لمناقشة هذا الملف معي محمد حاج عبدو، مدير المكتب القانوني في مجلس عفرين. مرحبا بك سيد محمد. يعني بداية، الطريق الرئيسي في عفرين يعتبر عقدة الوصل الوحيدة بين إدلب وريف حلب، لماذا بهذه الحالة ولم يشهد أي أعمال صيانة منذ سنوات؟ أهلا وسهلا فيكم مشاهديكم وضيفكم الكرام. حقيقة يعني موقع عفرين كصلة وصل بين مناطق إدلب من طريق أطمة جنديرس إلى عزاز، من طريق دارة عزة
الغزاوية عفرين عزاز، يعني هذا الموقع يحملها مسؤوليات أكبر في شبكة طرقية أكبر تحتاج إمكانيات أكثر. الطريق اللي وجدناه في الصورة وتابعت أنا فيه التقرير هو ليس طريق الربط، يعني هو ليس الطريق القادم من دارة عزي أو من إدلب باتجاه عزاز. هناك متحلق يوفر على الناس الدخول إلى المدينة، لكن هذه المنطقة بالذات هي منطقة سوق الهالة، منطقة الأشرفية، فعلا هي منطقة يعني تعتبر سيئة في بمستوى الطرق بالتخديم. المنطقة لم تخدم حتى قبل الثورة، هي مناطق تعتبر قريبة من مناطق المخالفات. المكان اللي أمام سوق الهال هو مكان مكتظة بالسكان، جرى إصلاحه، جرى إصلاحه يعني إصلاحات نعتبرها من باب القشور لأكثر من مرة. هو يحتاج إلى عمل يعني على مستوى البنية التحتية. الصرف الصحي غير موجود في منطقة الأشرفية، هو صرف صحي أولي بدائي، لا يوجد قساطل. المشاريع اللي بالأشرفية فعليا هي منطقة مظلومة، لكن تحتاج إلى مشاريع استراتيجية، تحتاج إلى مبالغ مساعدات سواء كانت مشاريع منظمات أو أي مساعدة أخرى. المجلس المحلي هو مقصر فعليا، لكن المبرر أنه فتح أي مشروع في طرقات الأشرفية يحتاج إلى أكثر من 4 أضعاف المشاريع اللي الناس اليوم عم يشوفوها في منطقة الفيلات، اللي هي تقريبا يعني جزء من عفرين، هو جزء كبير يعني جيد وعمل متنفس أيضا للطرق، هي تحتاج. طيب سيد محمد، يعني ما هي إمكانيات المجلس المحلي في عفرين للبدء بصيانة الطرقات؟ تمام، خطة المجلس المحلي إن شاء الله في هذا الصيف هو متوجه إلى المنطقة اللي ظهرت في التقرير أمام سوق الهال. حاليا سوق الهال الجديد نقل خارج المدينة، تم إنشاء جسر جديد لمتحلق ثالث، يعني اليوم صار في طريق بديل. نحن لو قطعنا الطريق من ترندي إلى طريق عزاز قادرين أنه نعمل وبسهولة حفريات واستبدال شبكة صرف صحي. سوق الهال أخرج خارج المدينة، صار في بالإمكان أنه ينعمل في هذا المكان إصلاحات جذرية، يعني ليست إصلاحات قشور في وجه التربك، يعني وجه الزفت كل شهرين كل 3 أسابيع، أحيانا ما بيستمر يعني شهرين أو 3 شهور حتى يحتاج إلى إصلاح مرة ثانية. إن شاء الله بهذه الصيفية، يعني في موسم العمل، طبعا هو دخول موسم العمل بمنطقة بموضوع التعبيد والزفت وغيره، راح يكون إن شاء الله المشاريع مركزة من منطقة سوق الهال طريق حلب إلى الأشرفية بإذن ماذا الله. فعلا يعني هاي المشاريع شو راح تتضمن سيد محمد؟ في الأساسي يعني استبدال البنية التحتية، بحيث أنه يكون العمل فوق البنية التحتية هو عمل استراتيجي لسنوات طويلة. يعني المناطق اللي غير مخدمة بالصرف الصحي والبنية التحتية راح تتخدم، ثم يتم إصلاح الطرقات على الأقل في منطقة الأشرفية، الطرقات التي تعتبر يعني قريبة من الرئيسية، يعني لا يمكن أن تستصلح كل الطرقات الفرعية في منطقة الأشرفية. حقيقة هي منطقة تقريبا بحجم عفرين، فيها 7000 يعني مبنى سكني، فيها طرق كثيرة. البنية الصرف الصحي أو شبكة الصرف الصحي من سنوات معمولة على ممكن تكون كانت قرية، يعني غير مخدمة بحيث أنه أنت تشتغل فيها مشاريع كبرى. لكن سنعمل على الطرق شبه الرئيسية في منطقة الأشرفية، شارع السربيس، هناك طرق موازية، طرق قريبة من منطقة الصناعة. بإذن الله يعني هاي الصيفية كل العمل المجلس في المجال الخدمي هو متوجه إلى شارع معروف وشارع الكازيات، منطقة سوق الهال القديم والأشرفية إن شاء الله. نعم سيد محمد، كيف سيتم تمويل هذه المشاريع التي تتحدث عنها؟ يعني أنت قلت بأن هذه المشاريع هي بحاجة إلى ميزانيات كبيرة، كيف سيتم تمويل هذه المشاريع؟ هل وجدتم ممول؟ هل هناك نقص في التمويل؟ ما هي تفاصيل التمويل؟ مع الأسف أنه يعني مصادر التمويل اللي تجي عن طريق المنظمات، نحن رفعنا مشاريع بهذا العمل لعدة منظمات، لكن غالبا مثل ما اشتكوا بس أنه ممكن يجي يعني تجي موافقة على مشاريع في نهاية الموسم العمل في مواضيع الصرف الصحي والتعبيد. فعم نوصل إلى وقت وصول المشروع لا يناسب منطقة، يعني منطقة شمال سوريا لهذا العمل. لكن حتى لو ما تم التمويل عن طريق المنظمات، راح نسخر كافة الإمكانيات اللي موجودة ضمن المجلس حاليا، وخاصة الفترة الماضية يعني تم التوقف تقريبا عن بعض المشاريع بسبب الزلزال، بسبب الفترة السابقة أيضا بسبب
موضوع كان انتشار كورونا السنة الماضية، كانت المشاريع كلها تتوجه للدعم التوعية الصحية، وحاليا في موضوع الاستجابة. لكن هناك عدة منظمات وعدت أنه هي تشتغل في شبكة الصرف الصحي بشكل رئيسي، والطرق الرئيسية اللي ظهرت في التقرير معظمها إن شاء الله تنشغل. حتى لو ما تم يعني تم ورود أو ما تم الاستجابة من المنظمات لتغطية هذه المشاريع، سنعمل بحجم إمكانيات اللي متاحة بالمجلس ولو تم إيقاف المشاريع في الجزء الآخر من المدينة. نتمنى إصلاح هذه الطرقات والبنية التحتية وشبكة الصرف الصحي أيضا في عفرين. شكرا لك محمد حاج عبده، مدير المكتب القانوني في مجلس عفرين المحلي. شكرا لك، تحياتي. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة الليلة من لم الشمل. كونوا بخير.